قتيلان و26 مصابا بجروح متفاوتة الخطورة في انفجار وقع بمسجد مدينة كويتا الواقع غرب باكستان بحسب السلطات الباكستانية. مصادر طبية أعلنت في تصريحات لوسائل إعلام محلية عن تسجيل 3 إصابات خطيرة في الانفجار الذي وقع بمنطقة بيتا تلباد بكويتا. الشرطة الباكستانية أعلنت من جهتها أن الانفجار وقع عند الساعة 1:15 زوالاً بالتوقيت المحلي داخل مسجد الرحمانية الذي كان يضم ما بين 30 و40 مصلياً لأداء صلاة الجمعة. وإلى حدود الساعة ما تزال طبيعة الانفجار مجهولة، فيما قامت الشرطة بتطويق المكان وبشرت تحقيقاتها لتحديد أسباب الحادث.